السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مريم بن علي. دير أسيدي الحاج. الله يبارك فيك أخويا. تهلا لنا في هاد النجلية الله يبارك فيك بارك الله فيك. راه بكري الله يخليك. بارك الله فيك. تهلا لنا فيها معنا. إن شاء الله غادي نبرعوا. كي داير بخير؟ الحمد لله. بسم الله. وبعد هاد النجليات شحال هادي من عام وانت خدام فيها؟ ايوا الحاج شي 9 سنين او 10 سنين هكا. ايوا تتعرف تاريخها بعدا؟ ايوا الحاج من عندك انت اللي درتها كلها. اه ياك اخويا. طيرتها تطيبها ما درتهاش. العافية ونطيب. بسم الله. البداية بالنسبة للاسم وبالنسبة للعائلة ديالتنا هي تبدات انه جدودنا كانوا جاو مع العلويين من تفيلالة المراكش واستقروا بمراكش مع العلويين. ومن ثم بقات العلاقة وطيدة مع القصر الملكي. الوالد ديالي خدم في القصر الملكي ومن بعده أنا خدمت مع الحسن الثاني رحمه الله. كان تيشجع جميع الأكلات الشعبية المغربية البلدية، وبحكم هذيك المدة اللي تيقضيها في مراكش كان تيقيم واحد شبه ساحة جامع عرفنا داخل القصر في الجنان الكبير، وتهيئوا فيه المحلات بحال المحل ديال بيع الشواء وبحال المحل ديال الطنجية أصلها مصلوحي من طامصلوح، هي الصنع ديالها في طامصلوح، وهاد الطنجية تصيب عندنا في طامصلوح عند الفخارة. دوك الطنجية معروفة بالنزهة، تيتنزهو بها صناعية، تيصيبوها بالفخار ويعمروها ويديوها تنزهو بها الطبيعة. هذا هو الدور ديال الطنجيه. اش تصوبات الناس اللي تيصايبوا السماطه اللي هي البلغه ديك الساعه اللي سائده، تتكون واحد الورشه عباره على واحد المعمل صغير اللي تنقولوا دروكا معمل. ديك الساعه كانت تتسمى بالفنيدقه، وهذيك الفنيدقه تتكون فيها مجموعه ديال الصناع خاصين غير بهذيك البلغه. هذوك الناس يخصوا واحد الفرد منهم اللي هو تيتسمى النصاب. نقولوا ماشي داك النصاب، ولكن النصاب اللي هو تيعتني بالنصيب ديال الطنجيه. لا النصاب هذا تيعتني غير بالنصيب ديال الطنجيه، وتيديها للفرناتشي تطيب الطنجيه فوقيت الغدا، تيجيبها من الفرناتشي وتيتجمع هذيك المجموعه ديال هذوك العمال وتيخوي ديك الطنجيه وتيتغداو بها. هذا هو التاسيس ديال هذيك الطنجيه. واسبوعيا نهار الجمعه كان يوم عطله، كان يوم عطلة تيهيئوا نيت هذيك الطنجية وتيخرجوا بها النزهة، تيخرجوا بحال بحال آيات. بسم الله. بسم الله. يعطيك الخير. الصحة والراحة الحاج. ياك إذا كنتي تفرنات يا الحاج. لا داك الشيء هو هذا. الله يعطيك الخير. راه عام سيدي راه تيبغي في الرماد. أييه. الطنجية تطيب وتيدا يطيب. الطنجية هي معروفة بنت الرماد. علاش يقول لها بنت الرماد؟ لأنها تطيب في الرماد. تطيبها الفرناتي في الرماد، تطيب على شحال. والوقت ديال الطنجية هي من ساعة ونص حتى ربعة السوايع. السلام عليكم زي محمد، ها كي دايره سي بخير؟ صحة لاباس؟ مهنية؟ الله يبارك فيك اخويا بارك الله فيك. اخويا خصاتنا شي حاجة ديال الطنجية، غادي تخصنا شي حاجة من الصغيرة. اه شي حاجة معينة شي حاجة صغيرة. هي ودا سيدي الحاج شحال العادة هذه؟ اه واخا ودا سيدي الحاج، أنت هذيك صغيرة؟ واخا الحاج ان شاء الله باذن الله. لا صافي يكون هاني كما القاعده. اه ربي لا نسلم عليه وقول ليه طلنا في الطنجيات، قول ليه طيب داكشي مزيان وما يعطيهاش العافيه غير الرميضه. واخا بابا الحاج الله يرحم الوالدين. سير احسن من كيف ورجع برا برا خرج على باقي لا مطلعين عليها لا ما حد ياخذ الشمس. الطنجيه هي مراكشيه ومختصة يعني الرجال اللي كانوا تيصنعوها، الرجال هما اللي تيطيبوا هذيك الطنجية، وهي الطريقة نتاع الطياب ديالها ماشي بحال ما تطيبش في الدار، تطيب في الفرنات شي بنت الرماد، هي بنت طامصلوح، هي طنجية مختصة تتصنع في طامصلوح، يعني بالجودة ديال الطراب ديالها
دابا الحمد لله طنجية ما بقاش مقتصرة على مراكش، يعني طنجية راه ولات عالمية الحمد لله، كانت مقتصرة على المغرب وعلى مراكش بالضبط. دابا فين ما مشيتي في اي ريستورون في اي اوتيل تلقى في القائمة نتاع الأطعمة ديالهم طنجية، وطنجية مغربية. الشكل نتاع الطنجية جاي من طريقة نتاع الطياب ديالها، حيت ماشي ما كطيبش هي على البوطة، تطيب هي بالرمل، وباش ما كان القطر ديالها صغير ما كتحكمش فيه العافية. بنت الرماد راه ثقافة، بنت الرماد أسطورة، بنت الرماد يعني تراث شعبي. بنت الرماد راه الحمد لله يعني كبرة مع المراكشيين، يعني أي أسرة مراكشية ومغربية يعني ذاق طنجية وطيبات طنجية والتبنينات بالطنجية. هذا الراعي حتى هو ملي شاف الطنجيه تيجيو دوك الصناعيه تيتنزلوا في المراعي، شاهد هذاك المشهد هكاك هو يطبقوا. قالت انا ندير انا بحال هاد الصناعيه ونجي انا نجيب فراجه ومعاد، كتقول لي فراجه ومعاد نجيب معايا لحميه ومزايا ونديرها كلشي تما. تيجي بطنجيته وتا هو يديرها في الكانون، تيقول حنا الكانون ماشي الرب، تيقول مثلا ديال الخله تيقول لي الكانون، تيدير حشيش حفيرات وجوج حشيرات ودير ديك العواته تيهبوا وتيختيها وتيخليها وتمشي المشيه ديالها طلعه. تجي من تجيب العشيه تاني تغدى مع راسو تيمشي ناضي. سوري ايت فور مي هولا على الطنجيه، سوري هولا وي هولا ايت فور مي الطنجيه. مراكش يا فري وليلى فري، ها هي شتيها عطاها مبروكة مرحبا هكا كاع سيري وايلي انا سيدي، ها هي شتيها انا سيدي، ها هي راه ما بقاش هي، هادي هي بنت الرماد وساكنة في الرماد، ها هي هكا سيدي عطيهم هكا سيدي الباقي لله، ها هي الكريم مكروم والباقي المحروم ولا بنية الدم على الحين الحين. هذا تيجي مع الطنجية، هي داك الطنجية ماشي ورك على شي دكة بحال هكا، إلا تكري الطنجية بغيت نقول هذاك ويز العقلو. قال لك ولاد مراكش. نعم أسيدي. يدير حسبة والداخل من الحبة. مرحبا. ولاد حسبة ياكلوا الطنجية من الحبة حسبة. صافي دروكا هذوك الروس والطنجيه ديال الكرعين غادي يجي ليها داود الحاج عبد الله يجي ليها الجامع عرفنا. هي على العموم كاين جوج اشكال ديال الطنجيه، كاينه الطنجيه المكومنه اللي هي تيكون فيها غير الكمون والثوم، وكاينه الطنجيه تتجي حلوه تتزاد فيها القرفه تتزاد فيها السكر تتزاد فيها التمر وتتجي معسله، هذيك تتسمى معسله، وهذه اللي طنجية عادية تتسمى مكمنة. طنجية تتبي تختار اللحم بعناية منها بحال هكا طرف ديال الملج طريفات ديال الكتف، هذه من ناحية اللحم. من ناحية القوام تيكون الكمون، تتكون الثومة، تيكون الزعفران شعرة، تيكون شوية ديال السمن تيكون قليل، وتنديرو المصير اللي هو المصير تيكون مثابة الملحة، انه الطنجية ما تكونش فيها الملحة، ومن بعد تيضاف لها واحد شوية ديال الماء وتتشد الطنجية وتتمشي للفرن تشي. هنا فين هذا النصيب ديالها، ولاني تقريبا واحد 60% ديال باش تطلع ديك الطنجية حقيقية وفي النكهة ديالتها تتبقى في الفرن تشي. ها
السلام عليكم. يا الله سيدي انا نعم سيدي هاد الطنجيه ها هي. هاكم التنزه ها هي نعم سيدي. بسم الله. يا نعم سيدي ها بنت الرماد. انا سبصاد الا شبعت الكرش اش تقول الراس يا سيدي انا دوز لكم سيدي فينا هو يا الله سيدي قد الطنجيه قد سيدي الطنجيه يا اللي مفتوحه لي الشهيه الطنجيه حاج مصطفى اللي نصبك بالمجل قدامي وسمينا والكمون والماء والزعفران وما تطبخ تاكل ماء مع الطنجيه دوك اللي بيصوروك زازير الوثائقيه ولاد الرضا مصير السمنت يزيدها الدا الكمون يغسل المعدة والزعفران يغسل الكبدة والفرناتشي ونصب اتشكروا في القعدة يا الطنجية وسطحيلية وكسيلية المازن شيلية المازن شيلية وجبيلية وجبيلية وطناجر مراكشية وطناجر مراكشية الشهية يا بنت الشهية.